الأغنية اليمنية يا عزيزي مرتبطة بأول وجود إنساني على الأرض، وهذا الكلام ليس مجرد إنشاء بل مثبت في الشواهد الآثارية. وجدت المنحوتات السبائية آلات الأغنية، وهي تختلف، ليست كما وجدت لدى الحضارة اليونانية والحضارات الأخرى، وجدت تختلف عن كل الحضارات، لديها صبغتها اليمنية أو صبغتها السبائية الخاصة. هناك خروج الذهب للمسعودي يقول أنه، وهناك أيضا مؤلفين كثر يقولوا أن الفن أو أن الغناء في الجزيرة العربية ككل بدأ من الجنوب وانتشر إلى الشمال. ويقول القشقلندي يقول في بعض مؤلفاته عن الغناء، يقول أن الغناء اليمني بدأ منذ عهد عاد، فيما ينسب المسعودي في كتابه مروج الذهب أن الغناء بدأ في جنوب الجزيرة العربية وعرف بنوعين، اللي هو النوع الحميري والنوع الحنفي. ويقول أن هناك أحد الملوك الحميريين كان لديه صوت جميل وجذاب، وكان في جنوب الجزيرة كانوا يحبون غناء هذا الرجل، ويقال أنه قد يكون أبو الملكة بلقيس.